تصريحات مهمة للسيسي والذهب يواصل النزيف و145 مليار دولار سنويا صادرات مستهدفة. أهلا بكم في حصاد الاثنين الإخباري. بانكير نبض البنوك. البداية من تصريحات مهمة للرئيس السيسي قال فيها لو عايزين تتجاوزوا أزمة الدولار في مصر لازم تخلوا المنتج المحلي ضخم جدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الباقي للخارج. الرئيس السيسي قال خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل للتنمية المستدامة إن عدد سكان مصر بيبلغ 106 مليون نسمة بالإضافة لضيوف مصر اللي وصل عددهم ل 9 مليون. وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي لما قال إن العبء المالي علينا من موضوع ضيوف مصر بيوصل لعشرة مليار دولار ناس كتير قالت معقولة الرقم ده؟ أيوة هو ده الرقم. ووصل الرئيس كلامه وقال أنا زنقت نفسي وزنقت الدولة وما عنديش حل تاني علشان نبني الدولة ونعمل المشروعات العملاقة دي وأنا صادق وده مش كلام للإعلام. ومن تصريحات الرئيس بنروح لسوق الصاغة وأسعار الذهب اللي شهدت تراجع النهاردة الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء وانخفض الجرام 15 جنيه مقارنة بمستوى أمس، سجل عيار 14,077 جنيه للجرام، وسجل عيار 18,670 جنيه للجرام، وسجل عيار 21,315 جنيه للجرام، وسجل عيار 24,560 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 24,920 جنيه. ونروح للمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة اللي أعلن أن الحكومة بتستهدف خلال الفترة القادمة تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة. وأشار إلى أن المستهدفات أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويا على مدار 6 سنوات وزيادة القيمة المضافة الصناعية ل 20% سنويا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي ل 5% وتوفير من 7 ل 8 مليون فرصة عمل. آخر خبر معانا من تصريحات صحفية مهمة رجل أعمال محمد أبو العينين رئيس مجموعة كليوباترا كشف فيها عن وصول قيمة الاستثمارات المقررة لتنفيذ مشروع تطوير منطقة سيدي حنيش لنحو 15 مليار جنيه واللي بتنفذه المجموعة بالشراكة مع شركة بالم هيلز لتعمير خلال الفترة الراهنة. وأشار إلى أن المشروع سيشمل إقامة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنطقة والتي تعد مجاورة لمنطقة رأس الحكمة وده على مساحة توصل ل 420 فدان. بتعد مجموعة كليوباترا هي شركة قابضة وانشأت سنة 1982 بتمتلك أكثر من 13 شركة تابعة في مجالات مختلفة بتشمل صناعة السيراميك والأسمنت والسياحة والفنادق والتطوير العقاري والزراعة وصناعة الغذاء وكمان الإعلام. وكده نكون وصلنا نهاية النشرة الإخبارية بتاعتنا. استنونا في مزيد من الأخبار على منصات بنكير. أنا أشرق أشرف وإلى اللقاء. بنكير نبض البنوك.